سالي سالو، كي دايرين؟ صافا بخير، اماركم مزيان. اول مره غادي ندير شي بيداي وما عنديش الانرجي ديالو، تنقول يا ربي ما نكونش غنديرو. غادي نبقى بوحدي ونفتح قال امل هدار سلمى معمره عليا بزاف، عمره عليا اكثر ما تصور. قال عمر وقتي معاكم، صور ليكم، نهضر معاكم، حيت فريمون انا ما منفاش بوحدي. مولفة دارت كورة عامرة، مولفة بزاف. حتى سلمى ما بغيتش نبين ليها الضعف ديالي، حتى سلمى غادي تمشي ترجع للمغرب و ها واحد الظرف ضروري خاصها تمشي، فهمتوا؟ مايمكنش انا نحبس ليها رزقها ونقول لها لا بقي معايا. انا ما بغاش تمشي بتاتا، انا اللي كنت كنقنع فيها تنقول لها لا راه مزيانه عليك خاصك تمشي، فهمتوا؟ سيرتو ملي كتحسوا براسكم نتوما بوحدكم فواحد البلاصه اللي ما معاكم حتى شي حد، بلاصه اللي باقا ما كنعرفهاش. اصعب حاجه هي الانسان يكون بوحدو. كنت غير انا وسلمى كنا حاسين براسنا واخا هكاك ما معنا حتى شي حد، ديما بحال هكا فهمتوا. كوني ماشي في بلادك جامي شي نهار حسيت براسي بوحدي، عمركم ما تلقاوني بوحدي ولا تلقاوني زعما جالسه حزينه فيما تنتقلق تمشي عند شي حد، فيما تكون واقع لي شي حاجه كيجي عندي شي حد. وحشت خوتي غير لا بزاف د الحوايج نبغي غير نشوفهم، فهمت صراحه بزاف. لكم عارفين اي حاجه مع الوقت عاد كتولفوا ما يمكنش في الاول. الحمد لله حتى راجلي معايا حتى هو تيحاول يخليني نولف، حتى هو تيدير جهدو كامل باش نولف انا هنايا. انا غنقول لسلمى والو، حتى ابخي تشوف هاد الفيديو ديال الفراشمون ديالها غادي نمشي تاني نكون شويه اوكي، وغادي نعيط عليها وغادي نبارطاجي معاكم اشنو غادي نصيفط مع سلمى. بنات اول حاجه بغيت نبارطاجي معاكم لي ليونات ديال الشوف وحدين ديال الشمس. قلت اول حاجه بعدا نبارطاجيهم معاكم. دونك فوالا المنظر ديال الشوف، الكادر هذا هو اللي كيعجبني، هو اكثر كادر كناخد ديما. غير هذا اللي خديت دابا شويه مبدل، شوفوا لي لي ديتاي اللي عندهم هنايا، شفتوا الشكل كيجي معوجي. ما كيجينيش انا الكادر اللي كيكون بالنوار ولا بشي لون غامق ما كيجيش معايا. ودابا غنوريكم هادو ديال الشميشه، عرفتوا شحال فنين هادو؟ ويلي ويلي شوفوا فوالا، شوفوا شحال زوينين. غادي نلبسهم ان شاء الله في شي فلوغ وديك الساعه غنبارطاجيهم معاكم. هاد لو ستيل هذا ديال تو لي جوغ كلاس في نفس الوقت سبور. الناس كنتلاقاو هنا بقوالو على الطياره، مشيو حتى لدبي حيتاش هذه ديال الطياره الاماراتيه. كرهت تكون غير لو كان الوقت يزيد يتبع شويه. دابا حنا يلاه عندنا 10 ديال الليل غادي نتحركو من ابو ظبي مع هذا مع الفطونس ما انه سلمى غادا المغرب غادا، قلت علاش لا ما نصيفطش شي حويجات كانت وصلتني عليهم جداتي. وخرجنا اليوم مشينا لمدينه زايد انا وسلمى، خديت ليها واحد التويب كانت بغاتو، خديت ليها العود. انا غنوريكم ابخي شنو خديت ليها. سلمى ها هي، عرفتو سلمى راه فريمون يا البنات شحال كتبكي. اصلا حنا ما عندنا علاش نبكيو، راه انا تنقولها على شحال مره وتنحاول نقولها حتى لراسي. يعني تيجيو واحد الظروف ما نقدرش نقول لكم بيرفكت شنو هما، فريمون شخصيه بزاف خاصها ضروري تمشي المغرب. اصلا الحل هو خاصها تمشي المغرب، حتى شي بقات هنا ما كاينش حل، يعني غادي تضيع. ما خصهاش تضيع، ما ولفاتش تبعد عليا. دابا كتقولي لي خاصك انت تطبقيها، ياك ديما كتقولي انت لا خاصك تكون قويه الحاجه ما تضعفك. ودابا انت على الطياره غتمشي وترجعي بيتي تتبكي بحال عندنا العزه. انا وياك في الدجاج واضح تقولي لي انا حاسه اتوقع شي حاجه خايبه. بحسن بكيت راسي راه راسك ما تفرقعي. تخيلوا معايا حتى الصوت الصحي كتبكي هي. بصح سلمى موينساني بزاف ومعمره عليا بزاف وكنبقى نهار كامل بزاف وكلشي بزاف وبزاف بزاف. وشوفوا خاطر يوم تصوروا شحال كنحس براسي بوحدي، راه ما غادي يحس بيا حتى شي حد. انا البنات كابره في واحد الجو اللي راه بزاف، يعني دابا باش نكون بوحدي ما قدرتش. سلمى الغولاسيون اللي كتربطني بها اللي هي اختي، كنقول لكم ماشي صاحبتي، هاد البلاصه هادي اللي بعيده على كاع الناس اللي كنبغي بحال هي كاع دوك الناس اللي كنبغي. ندوي على مصلحتي، راه مصلحتي هي تبقي معايا، تونسيني تعاونيني بزاف د الحوايج. لكن راه دابا انت مصلحتك هي خاصك تمشي تاخدي داكشي اللي تبعك، تبدا تحقي داكشي اللي ضيعتي عليه بزاف. بغيت لها غير الحاجه اللي فيها الخير، حيتاش انا عارفه هي وهي صاحبتي بزاف. وكنشوف لي كومونتير ديالكم، ولكن راكم ما كتعرفوش الغولاسيون اللي بيني وبينها، المواقف اللي دازو بيني وبينها. وانا عارفه لو فون ديال هاد البنت كي داير، وهي عارفه لو فون ديالي كي داير. كيما انا كنبغي ليها الخير حتى هي باغيه ليا الخير. يعني ما تجيش شي وحده في لي كومونتير ولا تجي عندي في بريفي وتجي عندنا دابا تبقى تكتب لها لا ديك صاحبتها شنو غادي تدي لها الراجل. هادي اول حاجه هضره خاويه، هادي هضره خاويه. وهاد الهضره هادي انا اي واحد كيقولها ولا كتبان فيها مسمومه ماشي تمسمومه. اي انسان كينوي الشر في كاع
اي واحد في الكره الارضيه كيكون هو اللي خايب من الداخل. والله العظيم بعد المره ديك هذا كتكون كتجرح شويه غادي يجي شي حتى لي في لي كومونتير غادي يبدا عليا لا ودابا توقفي على دابا توقفي على منحكم تقولوا اللي بغيتوا. انا مثلا قلت شي واحد ما يقولش داك الشيء اللي تيفكر فيه، راه كل واحد عنده الحريه يعبر على داك الشيء كما كيشوفوا. غير هي انا الحمد لله انا عارفها اش كتسوى وعارفها هي مزيان الداخل ديالها حتى هي عارفه. هي من غير العائله ديالي كنلقاها ديما هي في صفي، كنلقاها ديما كتعاوني، كنلقاها ديما يعني بزاف كندوي على العلاقه ديالي بيني وبينها. كتوقف معايا ملي كتشوفني طايحه عييت وهذا كتعطيني الطاقه، كتبقى تقول لي تتفكرني في داكشي اللي باغا نوصل ليه. يعني هذه هي الصحبه وهذا الميساج هذا لاي بنات ولفنا الخايب بزاف ولينا كنسمعوا بالخايب اكثر من الزوين وكنعترفوا غير بالحاجه الخايبه. ما كنعترفوش هادشي ما كيعنيش بلي راه الزوين ما بقاش صافي، كلشي راه باغي يغدر، كلشي باغي ما عرف شنو يدير، كلشي خايب من الداخل. لا ماشي كلشي خايب، واخا دير ليا كاع شي حاجه تاديني مايمكنش اصلا، ما نقدرش نخليها، ما نقدرش نتفرق عليها حتى شي حاجه بالنسبه ليا مهمه عندي بزاف. هذه هي الغولاسيون بيني وبين هاد السيده الكريمه، السيده الكريمه. باه مشينا لمدينه زايد، غادي نبارطاجي معكم اشنو خديت. اول حاجه خديت العود، خديت لجداتي هادو ديال السما، ولكن راه عادي دوزيهم في المطار، ولكن حيت مشغول في البليز المهم بقا ديرهم بريسه. تقريبا شي سيمانه بحال هكا خديت لهم بحال اللي انا عندي ديجا، يمكن بارطاجيتو معكم في اليوتيوب. الروج وهاد البلو هادو هما الواعرين زوينين بزاف، وقلت ناخذهم ليهم ونصيفطهم ليهم. ديت البنات مسك الطهاره خديت ليها جوج، ديت البنات حتى لوبان الذكر هذا زوين انا عندي في الدار. عرفتوا شنو كديروا؟ تيبقى يطلق في الدخان، تيخلي ريحه غزاله في الدار. درت لهم حتى الزعفران، الزعفران الحر خديت ليها بروم وكريم من فيكتوريا سيكريت. ريحتها غزاله 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 غزاله، كنت بغيت ناخذها حتى لراسي. شحال عندها السيده؟ انا واخده منهم بزاف. هادشي كامل الحاجه اللي وصفتني عليها هو اختي جوهره تحريريه، ماشي الجوهره العاديه. عرفتوا علاش فيها شحال غزال؟ ماشي الجوهره الواقفه اللي كتكون تدوك، هذه الجوهره واعره. درت لها التبيب هذا، شوفوا تبان نورا ما تزوق. هذا داك الكريب الزوين حتى هو حرير، زواقه فيه زوينه. انا غادي نفتح معكم هادشي تنطول بالله. شوفوا شتو بالنسبه لي انا البنات قلت ما حد سلمى هذا، غادي نصيفط معاه شي تويبات ديالي. الله يعمر لي الدار كيخيط لي داكشي زوين، كيخيط لي داكشي اللي بغيت. عنده خياطه فنه، درت واحد ثلاثه ديال التويبات، خديت هذا نفس الثوب ديال هذاك الاخر حرير، وقلت غادي نخدمو بهذا الباج اللي هنا ندير فيه شي خدمه هكا زوينه ويبان. تويب اخر قلت غادي نخدمو بالغوز، وغادي ندير ليه ديك الخدمه اللي كتكون عريضه هكا الضفيره والعقيده فهمتوا. المهم غادي يجي زوين، راكم عارفين الذوق ديالي. ملي غادي نوجدو غادي نوريه ليكم، غير عقلو معايا على هاد التواب كيفاش غادي نبقى ديهم هذا الشكل. وبالنسبه للبنات اللي غيبغيو النمره ديال الخيار غنخليها لكم هنا، النمره ديالو بنت اللي فبني من الليل. والله العظيم حتى هو احسن خيار صراحه، ما خدمه مع لا اشهار لا حتى حاجه. درت لي انا هاد الجبهره هادي، شوفوا لي هاد اللون زوينه شفتو. انا ما عنديش هاد اللون هذا كاع، وقلت مزعل عليا نقدر ندير ليه البلاندا. المهم غادي نغير في ثلاثه ديال التويبات، دونك هادشي اللي غادي نصيفط مع سلمى. وغادي نحط دابا نكملو الجميع ديال لي فاليز ياكم. غادي واحد الكيكه كيفاش ساعه غنكونو غادي للمطار، غادي ناكلو عاد نمشيو. فوالا ها هي الكيكه اللي قلت لكم واللي كي جاتكم بنينه، وبقى لينا والو باش نمشيو. الساعه 12 هي سلمى صافي وجدات الباكاج ديالها وغادي تمشي. تخاتي بيا ياك؟ تخيتي بيا بزاف. شكون كيقولها؟ شكون؟ سالم بزاف بزاف. صافي سكتي مرحبا بك. دابا الوحدة 41 فوالا صافي البنات. دونك هذا المكان شوفوا لي شوفوا اش غادي نشدو الطريق. تقريبا كاينه شي ساعة د المكانة من أبو ظبي لدبي. هتوحشي هاد الجو كنشوف الدرا، واخا الجو سخون ولكن الجو في الإمارات زوين ولا في فراسك؟ لا يس ياك، ولكن أنا مولفتهاش. كلشي تيقول ليا في لي كومونتيغ بلي ولفها ولكن أنا مولفتهاش، مقدرتش أنا نولفها معرفتش علاش. Oh yeah.
صباح النور صافا يا خير. في الفيديو اللي فات كنت بارطاجيت معكم واحد الحاجه وكانوا بزاف ديال البنات يدخلوا اي في نفس الوقت كانوا بنات كيقولوا لنا دابا شي خدمه ما تكونش براس مال كبير فراه الخدمه كاينين والله انا اي فرص ديال الخدمه كنحاول نبارطاجيهم معكم دونك الحاجه اللي نقدر نهضر لكم عليها البنات هي اوريفلام شي بنات غادي يقولوا لي لا فلام زعما راه عاديه البنات اللي ما عاطينهاش فالور اما اوريفلام شركه اللي عالميه وعاوشين العام دابا باش يفتحات وهي الرقم الاول في المغرب الرقم الاول في اوروبا بيع مباشر هاي دونك اوريفلام بقات شي حاجه اللي عاديه كما حنايا كنفكروا كتدخل سواء باش تبيع وتشري سواء باش تستافد من العروض وتقدر راسها توصل حتى الناقص 80-70% حاجه اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس كاين فيها خلصه شهريه من 5000 درهم وكتوصل حتى المليون 2 المليون 3 المليون على حسب الخدمه ديال كل بنت اي بنت كتكون منخرطه فيها ممكن تسافر كيكون السفر خارج او داخل المغرب في فنادق اللي كيكونوا 5 ديال النجوم اخرا كانت واحد السفريه اسبانيا كتمشيو فابور ما كتخلصو حاجه سيمانه تقريبا اللي جلسوا في اوتيل لي 5 ايتوال وثاني واحد الحاجه اللي هي مهمه هي اللي كتعطيكم شيكات من مليون معايا حتى المليار تخيلوا معايا باش تعرفوا بلي اوريفلام بقات شي حاجه اللي محقوره ولا شي حاجه اللي ما فيهاش الفلوس فلام كتنسمي الريزو رقم 2 في المغرب اللي كتدخل كيعاونوها يشدوا بيديها وكيوريوها كاع لي زانفورماسيون دروس بالمجان اللي ممكن تخلص عليهم باش تقراي عليهم تليفون تقدري تخدمي في انستغرام تقدري ديري دي بوب تقدري تخدمي يكونوا دي برومو خصوصا فهاد الشهر هذا كيكونوا دي برومو اللي قلت لكم كيوصلوا حتى ناقص 80% حط لكم لي صالير ديال البنات اللي كاينين في الجروب اوريفلام دونك داكشي علاش نبقى خاوي دونك فوالا البنات شوفوا لي صالير ديالهم هادو هما البنات اللي يلاه باديين في اوريفلام هذا راه صالير كل شهر كياخذوه كيكونش فيكس كيبقى يتزاد على حسب الخدمه ديال البرودوي ديال اوريفلام باش تعرفوا عليهم واحد الفكره لي برودوي اللي هما ناتشورال ما فيهمش السيليكون ما فيهمش البارابين مصدق عليهم اطباء الجلد واطباء العيون بالنسبه لي ماسكها ولي كرايون داكشي ديال المكياج دونك كيديروا لها حساسيه لا حتى حاجه حاليا البنات علاش دويت لكم عليها في هذا الوقت كاينين عروض اللي خطيره كتربحوا فيها حتى 1000 درهم في هذا الشهر هذا خدوي واحد او اي حاجه بنت ديال الخدمه كتبغي واحد شويه المجهود وهذا الشيء بالضبط ديال اوريفلام واي حاجه اللي غير بالتليفون بغيت اي بنت اللي جالسه في دارها سواء مزوجه سواء كتقرا واخا تربحي غير 1000 درهم في الشهر غير 2000 درهم في الشهر باه هذاك راه فلوس هذوك نخلي لكم النيميرو ديال صراح غادي تدخلوا لو جروب غادي نخلي لكم في لاباغ دانفو هو صندوق الوصف غادي تدخلوا غادي يشرحوا لكم كل شيء كونوا يقينين تبعوا دوك الدروس اللي غادي يعطيوكم دروس اللي قلت لكم الا درتوهم في شي بلاصه غادي ديرهم ب 2000 درهم البنات اللي طموحات البنات اللي كيبغيو يخدموا اللي ما عندهمش حاجه صعيبه ما عندهمش حاجه مستحيله كيبغيو يوصلوا اللي بغى يوصل راه كيبيع اي حاجه كيخدم في اي حاجه ما يمكنش غير تجي وتكون صافي لاباس عليك وتكون وصلتي ونجحتي دائما الواحد كما كنقول لكم كيبدا من والو حتى حاجه حتى كيوصل غادي نرجعكم معايا البارح مشيت خديت شي حويجات من الماكس وابخي نبارطاجي معكم شنو خديت دابا غادي نبارطاجي معكم شنو خديت من ماكس خديت الصراحه بزاف ديال الحوايج غير ديال الدار ما خديتش الخروج غير داكشي اللي كان خاصني للدار دي بيجاما دي سوفيتمون داكشي بحال هكا غادي نكون باول وحده هي هادشي خديت دي بيجاما اللي كيكونوا سخان شيرتات انا هادشي غنوري لكم خديت سريولات حتى هما ديال الدار هادشي البيجاما ديال ساتان ديال الناس راه زوين والثوب ديالها زوين بين البنات في النعاس كيكونوا واخا هكاك دافيين ماشي بحال القطن اللي كيكون بارد كانوا فيه بزاف ديال لي كولور غير هما دوك لي كولور الاخرين صراحه ما كانوش كيبانوا زوينين كانوا كاشفين سي بوغ سا اختاريت فيها البيض خديت هاد التيشيرت هذا على ود الدار مثلا هكا في الصباح ولا ملي كنكون كنطيب ولا شي حاجه كنحمش نلبس بيجامات ديال النعاس في الكوزينه ولا ندوز بهم لا جورني خديت حتى هذا صراحه عجبني هكا
مع كولون نوار حتى في الاخر الصراحه كنشوف الناس كيخرجوا بهم نقدر هكا نخرج بهم لك زعما نتقدى ولا الا كانت شي خريجه بحال هكا عاديه. ابخي خديت هذا البونطالون هذا اللي كيجيو مقبوطين هكا من التحت جو شويه سخان. هادو بنات زوينين بزاف كينفعوا كينفعوا لواحد الدرجه دي من كل لون بزاف حيتاش كينفعوا. خديته في الكري في البلون ماشي بلون بحال الباج ولا هكا يجي واحد بحالو. خديت هاد البيجامه حتى هي هادي سخونه البنات مع دبل الجبده غادي تيبرد. خديت هاد الشكل هذا صراحه عجبني بزاف كيوت كيجي الفوق مقيزب وحتى السروال ديالها ما كيجيش طويل كيجي حتى هو شويه مقيزب. كاع هادشي هذا خديته من الماكس حيتاش عندهم لي بري صراحه زوينين وحتى الحويجات عندهم كاليتي زوينه بزاف. شوفوا هادي قيستها بسريبيل كتشي عريضه انا كناخد دائما لارج في لي بيجاما وغادي نبقى في لي بيجاما وغادي نوريكم حتى هنا كاينين دي بيجاما اخرين. هادو على قبل اللي كنخرج من مورا الدوش انا غنوريهم لكم. هاد الحوايج هادو ديال تحت نحتاج معكم هادشي هذا اللي مهم بزاف بزاف بزاف. هادو كنت بغيت ناخد منهم بزاف حيت كيعجبوني من مورا ما كنخرج من الدوش كنبغي ندير شي حاجه هكا كونفي ديري بحال الحويجات ديال لي بيبي. دونك خديته في الغوز في الكري الكري ديالها فن حتى لا كاليتي ديال التوب ديالو والسريويل ديالهم كيفاش كيجي. شوفوا لي ديتاي هادو اللي هكا الكيوت. هاد البيجاما شوفوا انا راه جادور لي بيجاما قدما لي بيجاما عندي بزاف قدما دائما ما كنقول ما عنديش لي بيجاما. كيعجبني نوع سبور يكون عندي كاع الشكلات في لي بيجاما تجي بحال لا سبور فهمتوا تالف على لي بيجاما الاخرين. الستيل ديالها كيشفني السريويل ديتاي اللي فيها هنايا المهم مختلفه على لي زوتر. هادي عجبتني بزاف. ندوزو دابا داكشي اساسي. دونك خديت كولون بنوار كري حتى هو البلون. دونك هاد ثلاثه د الالوان ضروري يكونوا عندكم زوينين ومريحين سورتو الا كان التوب ديالهم قطن. هادو انا خديتهم كاملين قطن حيتاش اصلا ماكس كيبيعوا داكشي ديال الملابس الداخلي قطن. وخديت حتى دوك لي شورت اللي كيكونوا شويه طوال بحال هادو. خديت بالموف البلون حتى هو تينفعوا صراحه حتى هما بزاف. خديت حتى من القصار بحال هادو وعد كاع داكشي المهم خديته حتى النوار ديالو. هنا خديت الدونيات خديت بالنوار حتى لو بلون خديت هذا حتى هو البنات كنلبسو مع كيطماط بحال هكا لا كتخرج هكا مسخره ولا شي حاجه. الوغ دونك هادشي اللي خديت راه معاهم حتى هاد البيجامه هادي بالزرق فالا دو المشات اللي كنت خديت